بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد امين. احنا خدنا في رساله العبرانيين الاصحاح الاول والاصحاح الثاني الاصحاح رقم ثلاثه، ده نهايه الاصحاح رقم ثلاثه، لكن انا هبدا من اول الايه 18 في الاصحاح الثالث عشان ادخل للاصحاح كام الرابع، لأن الإصحاح الرابع هو امتداد للإصحاح الثالث، يبقى أصبح كده إن الإصحاح أربعة هو امتداد للإصحاح رقم ثلاثة. من الآية 18 بيقول لي إيه؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحتكم إلا الذين لم يطيعوا. فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. يبقى أصلا هنا في نهاية الإصحاح كان يريد الله لكل واحد من شعبه أن يدخل إلى الراحة، يستريح. لكن خدوا بالكم ان مفيش حد فيهم استريح. لانهم يقول كده في العدد رقم 15 انهم قسوا قلوبهم. يعني تقصية القلب ان قلبي بقى ناشف، قلبي مش مستجيب لكلمة ربنا وثقتي فيها، فهم ما دخلوش الراحة، ما دخلوش مكان الراحة وما استريحوش. لكن يقول ان الناس اللي زي دي اللي هي ما استريحتش لانها ما كانتش داخلة في دايرة الطاعة، يقول ان سقطت جثثهم في القفر. عدد اخر عدد 17، الجثث بتاعتهم وقعت في القفر. يعني ايه القفر؟ البرد، يعني ماتوا. طيب علشان الناس اللي مش قادره تستوعب اكتر، موسى لما جه خد شعب بني اسرائيل من ارض مصر وخدهم وعدى بيهم البحر الاحمر، طلعوا وعدوا الناحيه الثانيه، واول ما وصلوا للناحيه الثانيه المفروض يكون في تقديم شكر، يا رب اشكرك انك انت جعلت في البحر طريق سكه، انا اشكرك على ده. لكن بمجرد انهم عدوا وقالوا شكرا، بمجرد انهم قالوا شكرا يا رب، عارفين ايه اللي حصل بعديها على طول؟ قالوا يا موسى انت جايبنا نعمل ايه هنا؟ دي ارض كلها صحرا، دي قفر، هناكل ازاي ونشرب ازاي؟ احنا يا ريت كنا قعدنا في مصر ومتنا فيها. يا سلام. وابتدوا يتمردوا على موسى. لكن التمرد هنا مش على موسى، لكن على الله الذي اخرجهم لكي يجد ليهم راحه. فقال لهم كده انكم مش هتدخلوا مكان الراحه، مش هتدخلوا. ففعلا كل اللي خرج فيهم موسى بما فيهم موسى كمان كلهم ما دخلوش ارض الموت اللي هي المفروض تكون ارض راحه، ما عدا مين؟ يشوع ابن نون وكان ابن يفون. لو حد هيجي يقول لي هما الاثنين دول بس، اقول لك لا، هما مين اللي قدموا عدم طاعه؟ الناس الكبيره في السن، لكن المولودين في القفر اللي مولودين في البريه هيسمعوا كلام مين؟ ابائهم. لكن ابائهم ما دخلوش ارض الموت، لكن هما اللي دخلوا. وخدوا بالكم ما
بالرغم ان الله سابهم يدخلوا ارض الموعد، لكن برضه كانوا هم كمان قصات الايه؟ القلوب. للاسف يعني. كله مات ما عدا المولودين في قلب البريه، وما عدا يشوع ابن نون اللي هو قاد الشعب بعد موسى، ومعاهم مين تاني؟ كان ابن يفنة اللي راح اتجسس الارض. وهم دول بس اللي دخلوا ارض الموت. من الناس القديمه، الاثنين دول بس. والباقي كانوا صغيرين دخلوا. علشان كده بيقول هنا: انا ابصرت ان لم يدخلوا راحته الا الذين لم يطيعوا. فنرى انهم لم يقدروا ان يدخلوا العدم. يبقى هنا السبب الرئيسي كان هو ايه؟ عدم الايمان. الاصحاح رقم 4: ابن الانسان افضل من مين؟ يشوع وهارون. يشوع بيمثل القائد السياسي اللي قاد الشعب بعد موسى، وهارون بيمثل القائد الايه؟ الدين كهنوتي. هنا هيوريني ان المسيح افضل من اي قائد موجود على الارض واي كاهن موجود على الايه؟ على الارض. يسوع افضل. يسوع اعظم وافضل. عشان كده احنا بنطلق على هذه الرساله رساله الايه؟ الافضل او الايه؟ الاعظم، لان اتكرر فيها كلمه اعظم وافضل كتير قوي. تعالوا بصوا بقى في الاصحاح ده، انا لسه بتكلم معاكم وقايل لكم ان الاصحاح 3 اصحاح 4 هو امتداد للاصحاح رقم، علشان كده هيبدا الاصحاح رقم 4 بحرف الفه. الفه ده يعني بيعمل ايه؟ يعني بيكمل. فلنخف. نخف يعني دي دعوه ليك انك انت ايه؟ خاف. فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احدا منكم انه قد خاب منه. اوضح الكلام ده، بس اسمحوا لي اقرا العدد رقم 2، لان العدد رقم 2 هو السبب الايه الاولانيه. لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. ناخدها سنة سنة. فلنخف. هنا الآية بتقول لك خد بالك، خاف يعني في تحذير، صح؟ في تحذير. تحذير من ايه؟ يعني مهم قوي انك تكون في حالة خوف دائما. الخوف ان ما تدخلش مكان الراحة. طب انت داخل مكان الراحة ولا مش داخل؟ واحد بيقول لي ايه؟ طوائف الثانيه، انا مش بعيد فيهم يعني. انت داخل الملكوت ولا لا؟ انا فاكر كده ان في يوم من الايام طلعت مع حاجه كده اسمها زي المجمع المسكون كده، طوائف كلها مع بعض. يعني ارثوذكس على بروتستانت على كاثوليك، يعني حاجه مسكونيه على اساس ان احنا نوصل الكتاب المقدس لكل شخص. ده كان الهدف يعني. أم في واحد من اخواتنا من الطائفه الثانيه، وراجل كان كبير، قام عارف ان انا طبعا انا ايه؟ ارثوذكسي. قام جه سالني: انت داخل الملكوت؟ طبعا انا كاشفهم قوي وعارف هم بيتكلموا ازاي. قام قلت له: أنا داخل الملكوت. قال لي: إزاي؟ قلت له: على حساب دم الإيه؟
المسيح انا داخل الايه؟ هو راح يمسحها كده وعلق صوته في قلب الايه؟ القاعه، هللويا. ومبسوط قوي ان انا قلت كده لان انا ارثوذكس. قلت له بس خد بالك، راح واقف ساكت بقى، خد بالك دي هي دي المهم اللي يكون الرد بتاعك. صحيح انا داخل الملكوت على حساب دم المسيح، لان دم المسيح فدى الانسانيه ايه؟ كلها. بس بدون ايمان واعمال لا يمكن ايه؟ ارضاءه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني المسيح فداني؟ حلو، على حساب دوت ادخل الملكوت كويس قوي، بس مش معنى كده ان انا اكل واشرب واعمل اللي انا عايزه واقول ان انا داخل ايه؟ الملكوت. ما ينفعش، ما ينفعش. يعني لابد ان يكون لي حياه، لابد يكون لي ارتباط بالله، لابد يكون لي طقس زي ما كان في العهد القديم. دي ايه؟ طقس. والكنيسه علمتني معنى الطقس. ولابد ان يكون انا بصكمه بصراحه يعني ما سكتش يعني. قلت له لابد يكون لي اب احتراف. قلت له هو انت نسيت لما وقف الشعب كله قدام حسره وابتدوا كل واحد يعترف بخطاياه؟ قلت له يبقى اصبح الانسان فينا صحيح مهم ان يدخل الملكوت على حساب دم المسيح، بس نحط كذا خط تحت. ايه هو؟ ان لابد ان يكون لي ايمان وايه؟ واعمال، واكون مرتبط بالكنيسه بكل اسرارها بكل ما فيها. ام هو قال لي بعد ما قلت هللويا ومبسوط انك عملت ده ارجع في كلمتي ازاي؟ قلت له ترجع في كلمتك ليه؟ هو انت عايز تعيش ربنا مع ربنا من غير اعمالك، من غير ارتباطك بيه؟ فهو هنا حبة وقف وسكت. بس مهم قوي ان انا اخاف، هل انا فعلا ليا ملكوت ولا لا؟ ممكن ما يكونش ليا ملكوت لان ما عنديش ارتباط بمين؟ بصاحب الملكوت. ما عنديش ارتباط بيه، انا مجرد واقف ومنظر وبس. هنا قال لي خد بالك، خاف اني في حاجة اسمها وعد الايه؟ الدخول. يبقى في وعد قائم، في وعد قائم من الله لينا، في وعد قائم من الله لكل واحد فينا اللي بيدخل للراحة للملكوت. لكن هنا خدوا بالكم فلنقف انه مع بعض، وعد بالدخول الى راحته. يرى احد منكم انه قد خاب ايه؟ من دخوله. يبقى هنا في تحذير. التحذير الاولاني ان في وعد قائد اوعى يضيع منك. الوعد رقم كام؟ الوعد رقم 2 انه لا يخيب احدا منكم، ان ما حدش هيخيب من الوعد اللي اداه لك الله، لان هذا الوعد الذي اعطاه الله لكل واحد فينا حتما سينفذ، حتما سينفذ. طب وعد الله كان زمان موجود للشعب، طب دلوقتي وعد الله لينا موجود؟ موجود بمين؟ بالاله المتجسد على الارض، ده وعد لينا. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء ايه؟ الظاهر. فهو ده وعد ليه، صح؟ ده وعد ليه. يجي بقى في الآية يقول يرى أحدا منكم إنه إيه؟ خاب. هو في حد ممكن يخيب من وعد ربنا؟ في حد ممكن يخيب من وعد ربنا؟ ممكن. في ناس كتير تنخدع،
في حياتها الشخصية وتبعد بعيد عن مين؟ عن ربنا، دي خابت. جيت عشت على الأرض فترة طويلة، لكن حبيت بناء واحدة من البنات، فاضطريت أسيب الإيمان بتاعي، فأنا خبت من الإيه؟ خبت من الإيه؟ من الوحدة، خبت بإرادتي، حبيت أخد مركز على الأرض، أنا برضو خبت من الإيه؟ من الوعد. في ناس ممكن تخيب عن الوعد، الوعد موجود وحتما سينفذ وموجود لكل واحد فينا، لكن ممكن ما يكونش موجود لحد موجود في وسطنا. ممكن اخيب. ليه؟ لان انا هنا يقول له كده، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الإيه؟ الخبر أولئك. خدوا بالكم من الكلام، حبة يكون يعني كل أولئك أولئك، فالعملية صعبة نوضحها سنة سنة، بس عاوز نفهم كده كويس، لأننا نحن ليه عايدة على مين؟ علينا إحنا، علينا مين؟ بتوع العصر القديم ولا علينا العصر الجديد؟ العصر الايه؟ الجديد. يقول لهم لاننا نحن ايضا قد مش بشرنا، الباه عليها ضمه، بشرنا يعني حد جه ايه؟ اتكلم معانا وادانا عمليه التبشير كما اولئك. يبقى اولئك دي عايده على مين؟ مش علينا، ده على الشعب اللي هو خاب، اللي هم سقطوا في الايه؟ في الكفر، في البريه. فبيقول له قد بشرنا كما اولئك، يعني وصلت لنا الكلمه زي الناس بتاعت العهد القديم، لكن لم تنفع كلمه الايه؟ الخبر اولئك. لكن الكلمه المنطوقه اللي وصلت لنا في العهد القديم وصلت لنا، لكن وصلت لهم هم برضه ما وصلتهمش. احنا وصلت لنا الكلمه المنطوقه بتاعه العهد القديم اللي الله ارسلها ان يكون الشعب له راحه، لكنه رفض هذه الراحه، لكن احنا اللي ايه؟ قبلناها. احنا اللي قبلناها. ودي كانت نقطه مهمه قوي بولس الرسول يوضحها. فقال لنا كمان بقى بولس، يا اللي انتوا سامعين الكلام دوت وانت قبلت الكلمة المنطوقة، خد بالك لازم تكون ممتزجة بالإيمان، لازم تكون فيها إيمان، لازم تكون مصدقها. يعني إيه؟ ممكن ما صدقهاش؟ ممكن ما صدقهاش. أنا الإيمان بتاعي إيمان قبلت، لكن مش ايمان حي فيا، ايمان قبلته يعني ممكن يتهز مع مرور الوقت. في ناس كتير في قلب الكنائس، صح؟ ناس كتير بتدور على المراكز الاولى في كل كنيسه، لكن هل حياه هؤلاء الناس بتتغير؟ لا، في بتتغير وفي ما بتتغيرش، بالرغم ان هو موجود في داخل الكنيسه، لكن خوف الله مش موجود جوه، فهو ما بيتغيرش. فانا النهارده الايمان مهم قوي ان اكون عامل فيا وليس مجرد ايمان بالايه؟ بالسمع. أنا بسمع كتير لكن ما بتغيرش، فالدنيا واقفة بالنسبة لي. فأنا ممكن إيماني يتهز، ده الشخص الذي مثل هذا قد خاب إيه؟ منه. الإيمان ممكن يضيع منه في لحظة. الدليل. تقول لي الكلام بتاعك دوت يعني حبة يعني، أقول لك لا، الدليل موجود.
الدليل ان احنا كلنا تقريبا حافظين ايات صح؟ ولما هقول ايه كلنا تقريبا ممكن نعمل ايه؟ نكملها. ها انا معكم كل ايام والى انتظار. ايه ده؟ دي ايه معروفه وحافظينها وممكن اقولها كتير. طب خدوا بالكم ده ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ مجرد سمع وقبول وبس. لكن ايمان حي جوايا بدليل. كل يوم ممكن انطق كده ها انا معقول كل الايام وانا انتظار الله. لكن بقى لما تيجي بقى تجربه صعبه انت فين يا رب؟ انت فين يا رب دي؟ يبقى الايمان بتاعك كان ايمان ايه؟ كان ايمان مجرد سماع سماعي. ما ايمان قبلته وخلاص، لكن ايمان حي فيا ان انا اكون مصدق ان الله معايا. مهم قوي ان انا مش مجرد كلام حفظه، مش مجرد كلام قبلته، لكن ايمان حي في داخلي ان الله لن يتركني في كل الظروف. مهما حصل في الدنيا، لو اتقلبت الدنيا كلها ولقيت كل الامور ضدي، لكن ده وعد ليا كده انا معك كل الايام ولا انقضاء الدهر، هبقى مصدق على طول الخط. لكن لما اجي واقول له انت سبتني ليه؟ انت مش شايف الدنيا بقت، انت دخلت في سكه كده حبه، يعني ابتديت تدخل في سكه التمرد على الله، وده اللي وقع فيه الشعب. ده اللي وقع فيه الشعب، وده اللي الشعب فعلا بالحقيقه كان قاسي القلب، مع ان الله وراه بمعجزات كتير طول ال 40 سنه. اكلوا المن والسل، شربوا من الصخر، هدومهم لم تبلى هي والاحذيه بتاعتهم. ده عمل عجيب. ازاي كل ده يكون مجرد ايمان قبله وخلاص، لكن ساعه التجربه المره تيجي تقول له انت انت بتعمل ايه؟ خد بالك، ايمان مقبول حلو، لكن لازم يكون ايمان حي فيك. ايمان حي فيك. يبقى هنا اذا لم تكن ممتزجه بالايمان فالذين ايه؟ سمعوا. روح جاي بقى بولس الرسول يقول لهم لاننا نحن المؤمنين ندخل الايه؟ يبقى هنا حط فعل. مين اللي هيدخل للراحة؟ المؤمنين. طب عدم غير المؤمنين لن يدخلوا ايه؟ مكان الراحة. يبقى أصبح إن مكان الراحة للملكوت لفئة معينة وليس للكل. هم لفئة المؤمنين. أنت مؤمن ولا مش مؤمن؟ الحمد لله أنا موحد بالله. نحن موحدين زيك صحيح. أنت داخل الله إيه؟ الله أعلم. الله أعلم. لا إحنا هندخل الملكوت صحيح زي ما إخواتنا الغير أرثوذكس بيقولوا الكلام دوت على حساب دم المسيح. بس أين هو إيمانك؟ أين هو أعمالك؟ أين ارتباطك بالكنيسة؟ أين أسرار الكنيسة في داخلك؟ هل كل ده عامل حي فيك ولا لا؟ لو هو عامل حي فيك يبقى أنت ليك مكان إيه؟ راحة. عشان كده بيقول لهم لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال. حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا إيه؟ راحتي. مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم. يعني الأعمال كلها كملت منذ التأسيس، يعني منذ البداية، يعني يقصد الأيام السبع الأولى في سفر الإيه؟ في سفر التكوين. علشان كده يقول لأنه قال في موضع عن السابع، يقصد إيه السابع؟ اللي هو اليوم السابع الذي فيه الصراحة إيه؟ الله. يعني يوم الايه؟ يوم الراحه. هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع
أعمالا، وفي هذا أيضا لن يدخلوا راحتي. يعني بالرغم أن الله أوجد الراحة، أوجد الراحة، لكن الشعب الذي يكون في عدم إيمان لن يجد الراحة، مش هيلاقي الراحة. يجي يكمل بولس الرسول يقول: فإذا بقى إن قوما يدخلونه والذين إيه؟ بشروا أولا لم يدخلوا لسبب الإيه؟ يبقى في ناس اتبشرت في البداية وناس اتبشرت بالإيه؟ في النهاية. من هم الذين بشروا في البداية؟ هم شعب مين؟ شعب اليهود، شعب الله. أوجد لهم موسى، وبالرغم عن كده عصوا مين؟ عصى الله. امتى عصوا؟ كتير. أولا بالتمرد، أكتر حاجة في عبادتهم لما عملوا بعل وابتدوا يسجدوا له، يسجدوا لي، فهنا ده كان أكبر تمرد على وعصيان على الله. فهنا يقول لهم لسبب الايه؟ العصيان. يبقى اصبح كده بولس الرسول بيقول لي: خد بالك فلننتبه. عشان يجي بعد كده في العدد رقم 11 اللي هناخده المره الجايه يقول: فلنجتهد. يعني البداية مهمة أوي إنك تنتبه لحياتك الروحية مع الله، أن يكون فيها إيمان. إيمان ليس إيمان مجرد إيمان مقبول وبس، لكن إيمان حي فيك، ما يكونش فيه تمرد، ما يكونش فيه عصيان، وده المهم جدا. يقول بعد كده بولس: يعين أيضا يوما قائلا في داود، اليوم بعد زمان هذا الضائع، بعد الزمان اللي فات كله، كما قيل: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. خذوا بالكم إن الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع، قلنا الإصحاح الرابع امتداد والإصحاح رقم 3. الآية دي اتكررت مرتين، مرة في الإصحاح الثالث ومرة في الإصحاح الرابع: إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. وخذوا بالكم إن عملية التكبير دائما للتنبيه، إن القلب مهم أوي إن يكون فيه حياة، ما يكونش قاصر. فخلي قلبك حي، خلي قلبك متفاعل مع كلمة الله، تفاعل مع الكلمة، اقبلها، احفظها، تفاعل معها، لكن ما تأسيش قلبك، لأن يعني تقصية القلب ده تمرد على مين؟ تمرد على الله. فاسمع لصوته، سامع الصوت بتاعه ولا مس قلبك؟ أنت هو أنت، ما بتتغيرش ولا لأ؟ هل بتلاحظ نفسك مع أب اعترافك ولا لأ؟ هل بتلاحظ نفسك في التعليم زي ما بيقول بولس الرسول وهو بيتكلم في ميساوس ولا لا؟ هل بتلاحظ نفسك ولا لا؟ ده مهم قوي ان انا الاحظ نفسي. فالاحظ نفسي يبقى القلب مش هيبقى قاسي، لكن طول ما انا سايب نفسي للتيار ابني كل يوم هو هو، وانا كل يوم ما بقرش في علاقتي مع الله خطوه او قدم او مسافه، يبقى انا ما كنتش متفاعل مع الكلمه، القلب لسه قاسي. على التمنى بيقول لي كده: لان لو كان يشوع قد ايه؟ اراح. هو يشوع ريح الناس؟ بص اقول لكم، سكنهم صح، سكنهم. موسى ريح الناس؟ هو اداهم الايه؟ الكلمه.
وبرضه قص قلوبهم وما ارتاحوش وماتوا في القفر. مين اللي مسك القياده بعد موسى؟ يشوع بن نون. يشوع بن نون عمل معجزات كثيره مع الشعب زي ما موسى عمل. في سفر يشوع يقول لهم كده، يقول كده الكتاب، يشوع كان قلقان وخايف انا اقول الشعب ده ازاي؟ لان هو شاف عليه ان الشعب ناس كتير ماتت. قال له ما تخافش يا يشوع، كما كنت مع موسى هكون معاك. ما تخافش. وبعدين استخدم يشوع نفس اللي اتعلمه من موسى. لما ابتدى يجي يعبر نهر الاردن، لقى الدنيا عدي ازاي؟ نشر الامر الصعب قدام الله. قال له بص يا رب بقى اعمل ايه ده قدام النهر؟ قام ربنا اتكلم معاه وقال له الطريقه اللي هتعبر بيها الايه؟ النهر. برضه كانت طريقه معجزيه ايمانيه. لابد ان يكون فيها ايمان. لازم يكون فيها ايمان. وبالفعل كان في ايمان قوي للكهنه فقدروا يعبروا نهر الاردن. لكن بالرغم عن كده دخل وابتدى يسكنهم الارض. لكن كان في منهم اللي ما تعلمش الراحه ما قدرش برضه يستريح لان خالف وصيه الله وبقى في عصيان الله. وابتدى يسرق حته قماش وينهزم الايه؟ الشعب مع خالف ايه؟ ابن كرم. واعتمع في حته لسان ذهب فخدها وخباها. اذا يبقى اصبح ان الشعب بالرغم انه دخل وامتلك اماكن لكنه لم يستريح، ما استريحش. وفضل الشعب كله ما استريحش. خدوا بالكم بالرغم ان ليهم ارض، لكن كانت لانهم كانوا وساط الكنوف في عبادتهم مع الله، فكان الله سيبهم للوضع بتاعهم، لكن كان دائما يحاول ينقذهم لانهم اولاد. مش معنى انهم هم متمردين على الاب ان الاب يترك اولاده. صعب جدا. ابن متمرد عليا، ابن مش بيسمع كلامي، هل اترك ابني؟ اه صحيح انا مش هسيبه، يعني مش هسيبه، لكن لازم يتقرص حقه، لازم يتقرص. فكان الشعب دايما بيتقرص، بيتقرص. وسفر القضاه بيعبر عن ده كله. لكن كان في راحه برضه. لا، علشان كده بيقول لان لو كان يشوع قد ارحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. اذ بقيت راحه لشعب مين؟ مين اللي ليهم الراحه؟ شعب الله. مين هم شعب الله؟ ربهم الذين تكلم معهم مره اخرى. امتى؟ بتجسد الايه؟ الابن على الارض اخذا صوره عبد جسد زينا. ليه؟ عشان ينقذ ما يمكن انقاذه فيه. فهنا عاوز يوضح ايه؟ ان الشعب ايام موسى ما كانش فيه راحه، وفي ايام يشوع ما كانش فيه راحه. اذا المسيح الذي فدى الانسانيه كلها راح الانسانيه بدمه للذين يقبلونه. يبقى هنا مين افضل؟ مين افضل؟ يشوع ام يسوع؟ يسوع افضل. يسوع افضل. لكن في ناس بتدور على الراحه بتاعتها لغايه دلوقتي زي ايام الراحه بتاعت يشوع، انهم بيمتلكوا اراضي. في ناس بتدور على الراحه. في ناس ان فاكره ان الراحه بتاعتها، في ناس فاكره كده انها بامتلاكها الفلوس الكتير هتلاقي الراحه. انتوا سمعتوا عن ناس معاها فلوس كتير مستريحه؟ لا، مفيش خالص. بالمره الذين معهم الكثير قالوا كون دائما على ما معك. اما الذين لم يكن معهم شيء ليسوا قلقين ابدا. اللي معاه هو الاعلان احسن، اللي عنده ايه؟ يفرص. فبيدور يجيب اكتر، يدور يجيب اكتر، يدور يجيب اكتر. ناس فاكره ان الراحه في المركز،
ان يكون ليا مركز اجتماعي او مركز اروح ادخل في الانتخابات يمكن انجح صحيح مره زي بعض وينتخب مره ايه ثانيه ويدخل في الانتخابات مره ثانيه لغايه ما يوصل للايه؟ للمركز اللي هو عايزه. وبقى محافظ ولا بقى في سلك دبلوماسي ولا بقى في مجلس الشعب، هل هو لقى الراحه؟ برضه لا. كل ده ما بيديش راحه. هل انت مثلا لما تقدم على هبه وتتقبل هتلاقي هناك راحه؟ مين قال كده برضه هتلاقي راحه؟ يمكن تلاقي يعني حاجه يعني جسمانيه على الارض مريحه حبه، لكن روحيا هتلاقي راحه؟ برضه لا. الراحه الوحيده سواء في مصر او في امريكا او في استراليا او 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 انك تكون مع الرب يسوع، دي الراحه الوحيده. وهو قالها صراحه، هو قالها صراحه انك مش هتلاقي راحه في اي حته. عشان كده قال تعال الي روح ليسوع لو كنت تعبان، روح ليسوع حتى لو معك فلوس، روح ليسوع حتى لو هجرت. أصل الجهاز غالي جدا لعلمكم، عشان كده بتسأل. فعاوز أقول لكم كده إن الراحة الوحيدة مش هتلاقيها غير في حضن يسوع، مش هتلاقيها أي حاجة تانية. أنا متهيألي قلت لكم قبل كده إن داليدا المغنية المصرية بتاعتنا انها ماتت منتحره تاركه وراءها سبب سر انتحار، قالت ان انا اتجوزت 19 مره لعلي اجد الراحه عند زوج من الازواج، اقتنيت فلوس كتير لعلي اجد راحه في الفلوس، سافرت كل العالم لعلي اجد راحه في الزيارات لكل الدول ولكني لم اجد راحه، لذلك قررت الانتحار وماتت منتحره. ماتت منتحرة. أصبح إن الراحة، الراحة مش موجودة غير في حتة واحدة، عند الرب يسوع، إنك تلتصق بيه، إنك تقبله، إنك تعيش معاه وتؤمن بيه، وليس إيمان شفاهي لكن إيمان حي بالارتباط بكلمة ربنا بالكتاب المقدس وارتباطك بالكنيسة كل أسرارها، كل دوت يدخلك في الدايرة بتاعتك وهتلاقي فيها الراحة. يبدأ الإصحاح بعد كده بعدد 11 يقول لك أنا اتكلمت ومعاك على تحذير ما قدامكش غير حاجة واحدة بقى، هي إنك تجتهد. والاجتهاد دوت برضه إيه؟ حاجة إيه؟ عملية، مش مجرد كلام. ده اللي هناخده مع بعض المرة الجاية.